واو لا 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 مستحيل يا شباب، انا ما اقدر اتحمل اللي قاعد اشوفه. مستحيل يا شباب، انا ما اقدر اتحمل اللي قاعد اشوفه نهائيا، مو قادر اتحمل اللي قاعد اشوفه. شنو داخل هذا؟ ابيها الحين الحين ابيها يا شباب الحين. واو واو، اذا قلت لك تحدي الجوع فعليا فعليا هذا المقطع تحدي الجوع. هذا المقطع اقوى من حق النوتيلا، اقوى منه بواجد. يا شوفوا كيف تسيح، يا الله. فون يا شباب، اي احد يطلب لي اي شيء ابي الحين. شباب ابوي يا حبيبي، والله شكله طعمها مو بس بطل، اسطوري. احس طعمها اسطوري. كل الاشياء اللي مرت علينا طعمهم اسطوري، ما عدا ذيك اللي فيها الفراوله. الفراوله بس شيلها خلناك. لا 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 لا، الحين انا قررت اني انتحر. يا الله شوفوا كيف تسيح. الو الو، شنو هذا؟ يا الله، رجعنا للنوتيلا، رجعنا للنوتيلا مرة ثانية. أنا خلاص أنا انتهيت، أنا بخلص المقطع على طول، راح أطلب لي كيكة ولا أطلب لي أي شيء، وإذا ما في أسوي لي على طول. ما أعرف أسوي بس أدبر نفسي. يا الله شيل الفراولة يا أخي، ما أحب الفراولة داخل، ما يصير. احس بلون فراولة احلى، بس حط الفراولة، عطني بالفراولة يا حبيبي الحين، انا محتاجينها حتى بالفراولة. جيبها، شوف الكرة اللي فوق، هاي الكرة اللي حال ابي الكرة، بس الكرة هاي اللي فوق بس ابيها. شنو هذا تكفى؟ شنو هذا؟ يا الله يا الله، يا الله
انا وش جاي اشوف؟ انا ندمان جاي اشوف المقطع يا شباب. انا ندمان ندمان لاني حاليا بموت من الجوع. ندمان اذبح نفسي انا. شنو هذا؟ شوفوا كيف قاعد تسيح. شنو هذا؟ يا الله يا الله يا الله، قاعد اشوف اشياء تعور القلب. يا شباب هذا مقطعنا بشكل كامل، ابيكم كلكم تكتبون بالصدق جعتون ولا لا، كتبوا تحت بالكومنتات. صراحه انا وصلت حدي، انا الحين رايح خلاص راح اشوف لي اي كيكه في الدنيا راح اكلها. المهم لايكاتكم، اذا كنتم مشترك اشترك في القناه وانضم لجيش الاسيان وفعلوا كلكم زر الجرس. نشوفكم على خير ومع السلامه. اللايك امره مهم، طق ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم. والاسيان اسطوره تتنقل على كل فم، باشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميلة. تقدر تشترك في لحظة، تراهي ما هي حيلة، أما بنشرك تراك تخليني إنسان سعيد، أفرح وأقدم لك أشياء أكثر من جديد.